لماذا يجب أن يتوقف العنف ضد المرأة؟ باختصار، لأن العنف لا يولد إلا العنف، ولأن العنف هو سبب رئيسي وراء تشتت الأسر وضياع الأبناء وتفشي ظاهرة التنمر والكثير من مظاهر وحالات الاضطراب النفسي في المجتمعات. المرأة المعنفة هي أم معنفة وأخت معنفة وابنة معنفة وشريكة حياة معنفة، والنتيجة فقدان الثقة بالنفس، آثار نفسية مترسبة ويتم نقلها إلى الأبناء من خلال التربية بشكل تلقائي. أبناء معنفون أو متنمرون أو ضعاف شخصية، وبالتالي المزيد من الشذوذ، المزيد من الفشل الدراسي والانجرار للآخرين بحثاً عن الأمان المفقود، أو الانجرار لسلوكيات غير مقبولة بحثاً عن الإشباع الذي لا يتم تحقيقه في المنزل. التعنيف لا يكون بالضرورة صادر عن الرجل، قد يكون صادر من أخت أكبر، من أم، من رئيسة في العمل، أو حتى من معلمة. لذلك نحن متساوون في المسؤولية أمام هذه الظاهرة المرضية واللا إنسانية واللا حضارية. لنبدأ بأنفسنا أولاً ونسأل السؤال الصعب: هل نحن شركاء في التعنيف في منازلنا وأماكن عملنا وأي مكان آخر؟ التعنيف قد يطال حتى الفئات المساعدة في منازلنا، واللواتي لهن كل الحق في حياة آمنة وسليمة. نعم، يجب أن يتوقف العنف ضد المرأة حتى تنعم مجتمعاتنا بالأمن والسعادة التي تطمح لها قيادتنا الرشيدة. هذه هي مساهمتي في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. صفية الشحي، إعلامية وكاتبة من دولة الإمارات.